اهلا بحضراتكم مره تانية. خلينا نروح للترند المحلي ونشوف اهم الاخبار المحليه ايه، ونبتدي بالمصري الرياضي واللي بيتكلموا على ان وليد العطار هو اداري منتخب مصر في الكويت لانهاء ترتيبات معسكر الفراعنه. وهي ممكن في متن الخبر بيتكلموا عن ان هيبقى في ماتشين بالنسبه للمنتخب هناك في الكويت، لكن هي خلاص يا جماعه بشكل رسمي مباراه واحده بس هتكون قدام منتخب بلجيكا في اطار استعداد منتخب بلجيكا لبطوله كاس العالم في قطر، خلاص كمان 20 يوم تقريبا بالظبط. فبالتالي منتخبنا هيلعب مباراة واحدة إن شاء الله نأدي بشكل كويس في معسكر مهم وبشكل طويل شوية، فبالتالي أو بمدة يعني كويسة جدا بالنسبة لفيتوريا. إن شاء الله بإذن الله نكون موفقين في إن احنا نعمل كرة كويسة قدام منتخب قوي جدا ومرشح بالمناسبة لكأس العالم للفوز بالبطولة، يعني هو منتخب بلجيكا، فأكيد هيبقى في ترتيبات يعني إدارية لما قبل هذا اللقاء. خلينا لسه مع منتخبنا الوطني الأول وروي فيتوريا، وده من الوطن سبورت، وبيتكلموا على إن في 4 لاعبين جدد من الأهلي والزمالك على رادار فيتوريا في معسكر نوفمبر الأربعاء، وبيتكلموا على عمرو السولية وأكرم توفيق. عودتهم هتبقى طبيعية جدا في الحقيقة، يعني ما شاء الله أكرم المستوى المميز جدا اللي بيقدمه مع الأهلي من ساعة ما رجع، عمرو السولية كمان مستوى ما فيش غبار عليه. في نفس الوقت بيتكلموا برضو على ثنائي نادي الزمالك، ثنائي مميز برضو طبعا، هم حسام عبد المجيد وسيد عبد الله نيمار برضو هم في حسابات فيتوريا في المعسكر المقبل. هننتظر القائمة ونشوف. طيب خلينا نروح لحساب كرة بلس وكلامهم على او يعني تعليق من الكابتن وائل رياض شيتوس طبعا المدرب في الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني الاولمبي مع ميكالي، واللي بيقول الصعوبه تاتي من تجمع المنتخب في وقت قليل للغايه، وتصريحات منطقيه جدا من كابتن شيتوس في الحقيقه، وبيقول ان احنا عملنا معسكرين بس وفي بعض اللاعبين ما كانوش موجودين معانا في المعسكر الاولاني، وفي ناس اول مره تنضم وكده، فطبيعي ان الشكل ما يبقاش افضل حاجه قدام سواتيني، فهي دي كانت المشكله، لكن ان شاء الله يكونوا افضل كمان خلال الفتره اللي جايه والظروف تمشي في الاتجاه الصحيح بالنسبه لمنتخبنا الاولمبي، عشان نتمنى طبعا ان احنا بخلاف احنا ابطال طبعا بطوله افريقيا تحت 23 سنه، نتمنى كمان ان احنا نوصل الاولمبياد. طيب اتحاد الكره ده من حساب الرسمي لاتحاد الكره المصري بيكرم منتخب الشاطئيه بعد انجاز الصعود لكاس العالم، وطبعا انجاز ده اول مره تحصل في تاريخنا يعني ان احنا نروح كاس عالم في الكره الشاطئيه، وللاسف الشديد في المباراه النهائيه في بطوله الامم الافريقيه اللي من خلالها المركز الاول والثاني تاهلوا لكاس العالم خسرنا من السنغال بضربات الجزاء الترجيحيه برضو، يعني حاجه بقت صعبه جدا، يعني حظ السنغال اعلى مننا في ضربات الجزاء الترجيحيه، ف خدوا بطولة الأمم الأفريقية من الكرة العادية يعني كرة القدم العادية بسبب ضربات الجزاء الترجيحية، تأهلوا على حسابنا للمونديال بسبب ضربات الجزاء الترجيحية، وكمان خدوا بطولة الأمم الأفريقية الشاطئية بسبب ضربات الجزاء الترجيحية للأسف الشديد، لكن في كل الأحوال مبروك طبعا لمنتخب الشاطئية. خلينا ناخد